اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى، النهارده جبت لكم معايا لعبه جديده من بلاي موبيل سيتي لايف. الله، لعبه الحضانه دي 3 في 1. يا نهار يا ترى، ايه اللعبه الكبيره قوي دي؟ كلنا طبعا عارفين الحضانه بتاعه الاطفال وبنحبها جدا جدا جدا. تعالوا بقى نفتحها ونركبها مع بعض ونشوف يا ترى دي عباره عن ايه، نقدر ان احنا هنلعب بيها ازاي. الله، دي حضانه كبيره جدا، هنقعد بقى نركبها. اوكي، ونشوف يا ترى ايه فكرة 3 في 1 دي. يا ترى بقى اما هتكبر وتروحها ولا لا، ده اللي هنشوفه مع بعض. بص، اللعبة دي صالحة للأطفال من سن 4 على 10 سنين، وقود اللعبة 5606. اوه، لا شكلها فعلا يجنن. البنوتة كده واقفة بقى عشان تشيلها. اوكي، وهنا بقى في ايه، الحضانة هنفتحها بقى كده، في 66 قطعة. هنركبها بقى دلوقتي مع بعض ونشوف يا ترى دي عبارة عن ايه. بصوا، في عندهم ملاهي كده شبه الكاسل، وفي هنا زي سيسو، بيقعدوا 2 بقى قصاد بعض، وفي بقى عليها رسومات، وفي المرجيحة. الله، لا عجبتني قوي قوي شكل الايه، الحضانة الفظيعة قوي دي. اهي هنفتحها بقى كده. هي بصوا بقى القطع فيها كتير ازاي، هنحاول ان احنا نركبها مع بعض. ليها برضو كذا وش، ومعنا كمان بقى ورقة طريقة التركيب. اهو ده الباب بقى بتاعها، المدخل اللي الناس بيخشوا منه الاطفال ويلعبوا. بص عليه رسومات حلوة ازاي من بره. الباب بقى بيتقفل كده، والشنطة بتتشال كده، وهنفتح الناحية التانية كده من ظهرها من ورا. الله، بصوا بتتقفل بقى، تقوم جاي نحط فيها اللعب كلها جوه وتتشال معانا. دي بقى نفتح الاجزاء واحده واحده ونركبهم. اهو بصوا بقى فتحناهم كده. الله، ودي هنا بقى طريقة التركيب. هنحط بقى السلم بقى ده كده، يا ترى دول ايه، هنشوف مع بعض دلوقتي. هنحط الجزء ده بقى كده. الله، هنركب بقى سيسو كده، اللي هي سوري اللي هي بتاعت المرجيحة. هيا نحط بقى الايه، الزحليه كده. بس ان احنا نركبها صح. الله، اهي حاول بقى ان انا احط احط المرجيحة، بس احاول اركبها كده. ركبتها بقى بالظبط، ونكون بقى كده ركبنا المرجيحة بتاعتي. وهنا بقى ده الجزء الاطفال بيمسكوا فيه يقعدوا بقى يتشعلقوا عليه. الله، هنا بقى دي الولد والبنوتة اللي يقعدوا بقى يلعبوا مع بعض.
الله، ده هنا ركبنا بقى ايه الحاجات كلها، فاضلنا بس ان احنا نركب الجزء اللي بتاع اللعبة. واو بص بقى الحصان ده كمان شكله جامد قوي، ركبناه بقى الناس بتقعد تهز عليه. الله، ونكون بقى كده ركبنا ايه كل محتويات الحضانة من الألعاب المختلفة بتاعتهم. هنا دي سي سو بعد قصاد بعض، وهنا الزحلية، وهنا ده الحصان، وهنا بقى في ألعاب في الكارتة. وبصوا ولاد البنت يقعدوا يطلعوا وينزلوا كده. الله، واو، لا اللعبة فعلا عجبتني جدا. زي ما قلت لكم فيها 4 ايه شخصيات، كلهم ولد وبنت صغيرين وولد وبنت اللي هم كبار. وهنا بقى دي الحضانة من جوه، ممكن احنا نخش جوه بقى ونتفرج عليها. الله، بص بقى الجزء اللي فوق ده بتاع الساعة، عشان الوقت بقى بيعدي نقدر بقى ان احنا ايه نمشيها بقى ايه حسب الساعة بتاعة الحضانة الناس بتقعد فيها قد ايه. بصوا بيجي مثلا من 8 الصبح لحد الساعة 3، هنا بقى بيخش ويقعدوا بقى ايه. في العاب بقى كمان من جوه من الباب، في بقى هنا اراجوز، وهنا في كراسي، وهنا في تشيلفز، وعليها العاب تانية مختلفة يقعدوا يلعبوا بيها الاطفال ويلونوا ويرسموا في الحضانة من جوه. بصوا البنوتة بقى واقفة ازاي. الله، وفي بقى هنا ليجو ويقعدوا يلعبوا بقى بيه. وده هنا بقى الباب بيطلعوا بقى منه على الجنينة، واللي فيها لعب من بره. شفتوا بقى اللعبة شكلها حلو ازاي؟ الله، لا شكلها جامد قوي. انا الصراحة عجبتني قوي اللعبة الفظيعة دي من جوه كمان. وهنا بقى جزء حلو جدا الاطفال ان هم يقعدوا ويلونوا في كتب الالوان ويرسموا ويقعدوا بقى ايه. قولي بقى في الكومنتات رأيكم في اللعبة الفظيعة دي. دلوقتي بقى انا هقفلها واحط كل اللعب اللي معايا بقى فيها من جوه ونقفل عليها. شوفوا ترى هيكون عاملة ازاي اهي. بصوا حطيت بقى دول كده، قفلت الباب واحط بقية المراجيح كده عشان اقدر ان انا اقفل عليها. الله، اهي حطيت بقية اللعبة الكبيرة دي الاول، بعد كده احط بقية الحاجات. الله، اهي حط بقية الحاجة بقى كده. واقفل عليها بقى كده. واو، عجبتني قوي اللعبه الفظيعه دي. قولي بقى في الكومنتات رايكم فيها. لازم بس الفوق الحته دي عشان اقدر اقفلها كويس. هستنى بقى الكومنتات بتاعتكم. بليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات عائله الاطفال. توحشوني قوي اصحابي، باي باي.